السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدين الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. تبرعات الحملة الوطنية عبر منصة إحسان تتجاوز 409 ملايين ريال. وزارة الصحة تعلن تخطي جرعات كورونا المعطاة حاجز 8 ملايين جرعة. لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات إصابة كورونا، الصحة العالمية توصي الهند بفرض قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس. الجيش اليمني يسقط مسيرات حوثية استهدفت محافظة مأرب، والخارجية الأمريكية تدعو ميليشيا الحوثي لوقف هجماتها على المحافظة. يبدأ غدا الأحد في تمام الساعة 9 صباحا تطبيق قرار منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها. هذا القرار يأتي انطلاقا من التزامات المملكة وفقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، حيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهرب المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية. تجاوزت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان تجاوزت 409 ملايين ريال، يستفيد منها أكثر من 852 ألف مستفيد، وتهدف الحملة إلى تعزيز العمل الخيري لأفراد المجتمع والحث والتشجيع على التبرع والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية في العمل الخيري والتنموي، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره. أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة ظل ووقاية لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين. المبادرة تستهدف توزيع 250,000 مظلة شمسية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، وتأتي في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشيا مع توجيهات ولاة الأمر التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما في ظل ما تشهده العاصمة المقدسة في هذا الشهر الكريم من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين. وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بجمهورية السنغال، وزعت 600 سلة غذائية متكاملة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتفطير الصائمين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا. وجرى تسليم كمية السلال الغذائية بمقر المعهد الإسلامي العالي في لوغا، كما جرى التوزيع على الجمعيات الخيرية بالإقليم، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6,000 شخص. يتوافد المصلون إلى مسجد قباء بالمدينة المنورة وسط إجراءات احترازية يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، وذلك تحقيقا لمعايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد وسط تنفيذ الخطة التشغيلية وإجراءات استقبال المصلين بمسجد قباء وتركيب اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تقدم النصائح والإرشادات بعدة لغات وتنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم بالمسجد، إلى جانب عدد من الحراسات الأمنية ومراقب الصيانة والمشرفين الذين يعملون على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ومباشرة ينضم إلينا من المدينة المنورة مراسل أخبار السعودية الزميل وائل رفيق الذي يتواجد حالياً في باحة مسجد قباء. أهلا بك وائل، أحييك لهذه النشرة. ضعنا في تفاصيل أوسع عن الإجراءات الوقائية واستقبال المصلين بمسجد قباء في هذه الأيام المباركة.
تسمعني وائل؟ على أي حال يبدو أن الصوت لم يصل لمراسلنا في المدينة المنورة وائل رفيق، لعلنا نعود إليك بعد قليل وائل بعد إصلاح هذا الخلل بالصوت تحديدا. شكرا جزيلا لك على أي حال. أعلنت وزارة الصحة تخطي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة حاجز 8 ملايين جرعة في ظل إقبال كبير لتلقي اللقاح من قبل المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. وفي آخر إحصائيات الفيروس، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 411263 إصابة، كما تم تسجيل 858 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 394529 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 6187 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. ودوليا، سمحت السلطات الصحية الأمريكية باستئناف عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بلقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد 19 بعد توقفه الفترة الماضية إثر تسجيل حالات تجلطات دموية نادرة. المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أكدت فاعلية وأمان هذا اللقاح وأن فوائده تفوق بكثير المخاطر المتعلقة به. ويتميز لقاح جونسون أند جونسون بأنه من جرعة واحدة، وحصل في نهاية فبراير على ترخيص من وكالة الأدوية الأمريكية ضمن الآلية الطارئة للقاحات. في جنيف، قال مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان إنه يتوجب على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا. ووصف رايان الحد من انتشار المرض في الهند بأنه مهمة صعبة للغاية، داعيا الحكومة الهندية إلى وضع قيود صارمة للحد من انتشار الفيروس. وسجلت الهند لليوم الثالث على التوالي أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم، في الوقت الذي يعاني فيه نظام الرعاية الصحية من وطأة المرض ونقص الأكسجين. هذا وقد أحصت السلطات الهندية خلال الساعات 24 الأخيرة 2624 حالة وفاة جراء المرض، وسجلت أيضا أكثر من 340 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي المصابين بكورونا إلى 16.5 مليون إصابة في الهند، التي أصبحت ثانية أكثر دولة متضررة جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي ذات السياق، تواجه الهند نقص الإمدادات الطبية باستقبالها اسطوانات الأكسجين من سنغافورة. وإلى ألمانيا، حيث أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه لا يوجد بديل عن فرض قيود على التجول في ظل القواعد الجديدة الخاصة بحالة الطوارئ. ورأت ميركل أن بلادها أيضا لن تتمكن من تفادي التدابير، مشيرة إلى أنه فقط بالقيود الموحدة على المستوى الاتحادي التي تم إقرارها في الأسبوع الماضي سيكون من المتاح معاودة تقليل معدلات الإصابة المرتفعة بكورونا في وقت محدود. الجدير بالذكر أن القواعد الخاصة بمكافحة عدوى كورونا هي الأكثر صرامة على نحو ملحوظ في ألمانيا لمواجهة هذا الوباء. ولا زلنا في أخبار جائحة كورونا، هذه المرة من أستراليا، حيث بدأ ما يزيد على 2 مليون شخص في مدينة بيرث عاصمة أستراليا الغربية بدأوا أول إجراءات عزل عام شاملة لمدة 3 أيام بعد تفشي الفيروس في فنادق مخصصة للحجر الصحي وانتقال العدوى منها. جاء هذا جراء ثبوت إصابة مسافر
عائد من بيرث بفيروس كورونا بعد خروجه من أحد فنادق الحجر الصحي بعد أن أجرى فحصا أشار إلى خلوه من الفيروس، فيما تشتبه السلطات الصحية أنه أصيب بوقت قصير قبل عمل الفحص. من جانبه طالب رئيس وزراء الولاية حكومة البلاد بإنشاء مرافق للحجر الصحي لتكون مخصصة لاستقبال هؤلاء الأشخاص، وتعد هذه المرة الثالثة التي تتخذ فيها إجراءات العزل العام في ولاية استراليا الغربية. وطلبت السلطات من سكان العاصمة بيرث ومنطقة بيل المجاورة، طلبوا منهم البقاء في منازلهم ويكون الاستثناء فقط لقضاء أعمال أساسية أو لأغراض طبية أو شرائية. نشرتنا مستمرة من قناة السعودية، فيها أيضا: بعد 3 أيام من اختفائها، السلطات الإندونيسية تعلن العثور على الغواصة العسكرية المفقودة. ادفع عن طريق STCPay في جاهز وترجع لك 20% من فلوسك، حوالتك الدولية والمحلية بدون رسوم. هلا باللي يغير وما يغير هالزمان، هلا بالحبيب لك شوق ما خلى مكان، أسعدتنا جمعتنا ونورك ضوى يا رمضان. بداية كل كلام سلام، سلام لحماس أكثر، أو بداية لتواصل ما ينقطع، سلام مفتاح لنجاح الشراكات، أو بداية لفرص وأحلام، سلام بداية لكل تواصل. يعني حنا من فضل الله علينا كل هالنعم اللي حنا فيها من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من عبد العزيز ورجاله اللي كانوا معه. أنا بعد ما توفى الوالد كان الوصي علي أنا وخواتي، لأن كنا قصر الملك سلمان وعمي بندر محمد، كثير أشياء تعلمتها من الملك سلمان. توافق على مقولة العرب أعذب الشعر أكذبه؟ كل شيء جميل في الدنيا اللي علمتني يا الوالد. من يختار هذا الشاب ليكتب أوبريت لأكبر مهرجان في ذلك الوقت في السعودية؟ الرياض وعمايم فعل أهلها الكبار، في عيونك تدور من يرد الخبر. أنت ما انتقدت صابر الرباعي لما غنى لك؟ لا 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 لا، بالعكس، صابر فنان كبير، كل سعودي. نعم. كان اللي أصاب الكويت كان أصاب السعودي. المسار الليلة الواحدة فجراً على السعودية. رمضان على السعودية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأحييكم من جديد، ونتحول مباشرة إلى المدينة المنورة، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل وائل رفيق، الذي يتواجد حاليا في باحة مسجد قباء، ينقل لنا أهم الإجراءات الاحترازية التي يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة. أهلا بك وائل، أتمنى الصوت الآن واضح بالنسبة إليك، ضعنا في تفاصيل أوسع عن هذه الإجراءات الوقائية، أيضا استقبال المصلين بمسجد قباء في هذه الأيام المباركة. أهلا
عبد الله، واهلا بالساده المشاهدين الكرام مشاهدي السعوديه في هذه النشره. حقيقه فرع وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد بمنطقه المدينه المنوره يقوم باجراءات مكثفه خلال هذه الايام في جميع المساجد في المدينه المنوره، وفي مقدمتها مسجد قباء. هذا المسجد والذي يعتبر من الوجهات الأكثر يعني من ناحية التوجه من المصلين إلى هذا المسجد المبارك، للحديث عن جهود فرع الوزارة بالمدينة المنورة يسعدنا فيما يلي أن يكون معنا الشيخ بندر الخيبري مدير إدارة المساجد بمنطقة المدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ بندر، نود أن تحدثونا عن جهودكم أنتم كفرع الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد وخاصة في هذا المسجد المبارك مسجد قباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أخي وائل، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة يقوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بتذليل كافة العقبات وتسخير كافة الإمكانيات بتهيئة المساجد الموجودة في المدينة المنورة وأيضا في المحافظات الموجودة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وذلك بقيام جولات رقابية من قبل المراقبين لدينا، وذلك بارك الله فيك في يعني قيام أكثر من 2000 جولة رقابية من بداية شهر رمضان المبارك حتى تاريخ اليوم. وأيضا بارك الله فيك يوجد أيضا خطة تم توجيهها من قبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى، التي تتعلق في العمرة وفي استقبال الزوار ومرتدي المساجد. نعم. مسجد قباء له خصوصية خاصة، نود أن تحدثونا عن استعداداتكم في هذا المسجد. نعم، أيضا بارك الله فيك، مسجد قباء له عناية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية لما للمواطنين والمقيمين من منزلة لهذا المسجد في قلوبهم، تم تهيئته بشكل جيد، تم دعمه بالمراقبين والمراقبات أيضا في القسم النسائي، وأيضا مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بقياس درجات الحرارة وأيضا بتأكد من اصطحاب السجادة وارتداء الكمامة بشكل جيد. وأيضا بارك الله فيك هناك منظومات أيضا حكومية من منطقة المدينة المنورة ساهمت أيضا في إنجاح هذه الارتداء عفوا ورودهم للمساجد، وذلك بمشاركة الزملاء أيضا في شرطة منطقة المدينة المنورة وكذلك أمانة منطقة المدينة المنورة وكذلك أيضا وزارة الصحة. أيضا يوجد في الحقيقة 1000 متطوع يساهمون في تنظيم حركة المصلين في جميع المساجد. في جميع المساجد 1000 متطوع. 1000 متطوع بواقع 3000 ساعة. أيضا متطوع ومتطوعة. كان لمسجد قباء 250 متطوع فقط كان له نصيب من الهلال الأحمر ومن وزارة الصحة ومن وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، كلهم يساهمون في تنظيم حركة المصلين في الساحات الشرقية والساحات الغربية وكذلك في داخل تنظيمهم في داخل رواق المسجد. يعطيكم العافية فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري مدير إدارة المساجد بمنطقة المدينة المنورة، شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. حياكم الله، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. إذن عبد الله، ونحن نعم. هنا في الباحة الخارجية لهذا المسجد المبارك والذي هو وجهة للمصلين نعم. يوميا هنا في المدينة المنورة. هكذا كانت الاستعدادات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة الجهات المعنية التي تتكامل في تقديم الخدمة للزائر الكريم. كل الشكر لك زميل وائل رفيق مراسل أخبار السعودية من المدينة المنورة، شكرا لك ولضيفك الكريم. أعلن البنك المركزي السعودي طرح فئة 200 ريال من العملة الورقية السعودية بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضح البنك المركزي أن فئة 200 ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتبارا من يوم غد الأحد بصفتها عملة رسمية قانونية. وأكد البنك المركزي أنه تم طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية. ولفت البنك إلى أن تصميم الفئة
تضمن صورة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي. زينت بلدية محافظة أبو عريش طريق الملك عبد العزيز بالمحافظة بأشكال هندسية ضوئية، حولت الشارع التجاري إلى لوحة فنية، وذلك احتفالا واحتفاء بشهر رمضان الكريم. أحيت فكرة جميلة تم تنفيذها بشارع الملك عبد العزيز بمحافظة أبو عريش الذكريات القديمة لأهالي منطقة جازان وعادات تزيين الأحياء التي تسبق شهر رمضان سنوياً، حيث خطف شارع الملك عبد العزيز بمحافظة أبو عريش الأنظار بعد ظهوره بحلة جديدة ومميزة متمثلة في الإضاءة بأشكال هندسية بديعة وألوان زاهية أضفت على الشارع لمسة فنية من الروعة والجمال، والتي حازت على رضا الجميع ما حدا بالزوار إلى التوافد على هذا الشارع لالتقاط الصور وتوثيق لحظات من المتعة وسط الشارع الذي تحول بفكرة بسيطة إلى تحفة فنية تجذب الزوار. وأتت فكرة شارع الألوان بمحافظة أبو عريش ضمن مخطط تنفذه بلدية أبو عريش لتطوير شارع الملك عبد العزيز الذي يمتد حوالي 800 متر، ويشتمل الشارع على 550 لوحة ضوئية على شكل هندسي، حول الشارع إلى لوحة فنية كأول شارع في منطقة جازان يتم تزيينه بلوحات مضيئة. ويمثل شارع الملك عبد العزيز بمحافظة أبو عريش شريانا رئيسيا للمحافظة تتواجد عليه معظم الأنشطة التجارية. عبد الله الفيفي، محافظة أبو عريش. سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات صحية تتمثل ب 23 جهاز تنفس صناعي لجمهورية النيجر لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقد عبر وزير الصحة في النيجر عن شكر حكومته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يقدم لبلاده من مساعدات إنسانية قيمة في المجالات كافة. ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من مخاطره. من جانب آخر، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية خدماتها العلاجية ل2209 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 14 من شهر أبريل الجاري. كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية ل1794 مستفيدا خلال نفس الفترة. إلى الأخبار العربية والدولية، نبدأها من آخر التطورات الميدانية باليمن، حيث أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن تكبد ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر إضافية فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي شهدتها جبهات غربي مأرب. كما أعلن الجيش اليمني إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا لاستهداف مواقعه في محافظتي مأرب وتعز، حيث صرحت المصادر أن دفاعات الجيش دمرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من مواقعه في جبهة المشجح غرب مأرب، تزامنا مع تدمير 3 عربات محملة بأسلحة وذخائر في قصف مدفعي. وفي الريف الغربي لمحافظة تعز أيضا أسقطت دفاعات الجيش طائرة مسيرة أخرى أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو مواقعه في جبهة مقبنة التي شهدت مواجهات متقطعة في مناطق الطوير. على الصعيد الإنساني، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب وتأمين الاحتياجات الإنسانية لمليون شخص. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هناك 1 مليون شخص في مأرب بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، داعية في الوقت ذاته إلى وقف فوري للمعارك. في الأراضي المحتلة، دارت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية. أسفرت تلك المواجهات عن إصابة 100 فلسطيني و20 شرطي إسرائيلي. هذه الاشتباكات تعد الأعنف منذ سنوات في القدس المحتلة، واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين
وشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي نشرت تعزيزات أمنية ضخمة في ضواحي البلدة القديمة وفي أعقاب الاشتباكات التي جارت الليلة الماضية. أعرب الاتحاد الإفريقي في بيان عن قلقه العميق إزاء الوضع في تشاد، حيث تولى السلطة مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو. وطالب الاتحاد الإفريقي بإعادة إرساء النظام المدني في أسرع وقت ممكن، كما دعا في بيانه إلى حوار وطني شامل في تشاد. وحول ما شهدته البلاد مؤخرا من توترات أمنية، فقد طالب البيان مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة تشادي موسى فقي محمد، طالبه بأن يشكل على وجه السرعة بعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق. أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين أن القمة بين زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والزعيم العسكري الجديد في ميانمار الجنرال مين أونغ لاينغ توجت بنجاح. وصرح رئيس الحكومة الماليزية بأن نتائج القمة التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا تتجاوز التوقعات، واصفا الاجتماع بين قادة آسيان والزعيم العسكري الجديد في ميانمار بأنه كان بناء. وقال رئيس الوزراء الماليزي إن الجنرال مين أونغ هانغ وافق على 3 اقتراحات طرحها الجانب الماليزي في الاجتماع، وهي فض التوتر وإيقاف العنف بحق المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين. في إندونيسيا، أعلنت السلطات العثور على حطام يعود للغواصة العسكرية المفقودة التي كان على متنها عشرات الأفراد بعد 3 أيام من اختفائها. وقال قائد الجيش الإندونيسي إن المسح رصد حطام الغواصة المفقودة على عمق 850 متراً تقريباً، وذلك بعد أن تلاشت الأمال تقريباً في العثور عليها. أرسل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قاذفتين إضافيتين من طراز B-52، ومدد أيضاً مهمة حاملة الطائرات USS إيزنهاور في المنطقة، وذلك لتأمين الانسحاب المقرر لقوات التحالف الدولي من أفغانستان بحسب ما أعلن البنتاغون في وقت سابق. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع وافق اليوم على بعض الإجراءات الإضافية، وأضاف أن حاملة الطائرات ستبقى في المنطقة لبعض الوقت. وكانت دول حلف الأطلسي قد أعلنت أنها ستباشر سحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل، على أن تنجزها في غضون 4 أشهر. هذا القرار جاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول الذكرى 20 لاعتداءات 11 من سبتمبر. أفادت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن فريقاً من 4 رواد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة إنديفور التي جرى إطلاقها من مقدمة صاروخ سبيس إكس، ليصبح أول فريق على الإطلاق يصل إلى المدار بواسطة محرك صاروخي أعيد تدويره واستخدم في رحلة فضاء سابقة. هذه المهمة هي ثاني فريق تشغيلي ترسله ناسا على متن الكبسولة من طراز كرو دراجون منذ استئناف رحلات الفضاء المأهولة من الأراضي الأمريكية العام الماضي، بعد توقف دام 9 سنوات في نهاية برنامج مكوك الفضاء الأمريكي في عام 2011. نشرتنا انتهت، تذكركم بأبرز عناوينها. تبرعات الحملة الوطنية عبر منصة إحسان تتجاوز 409 ملايين ريال. وزارة الصحة تعلن تخطي جرعات كورونا المعطاة حاجز 8 ملايين جرعة. لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات إصابة كورونا، الصحة العالمية توصي الهند بفرض قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس. الجيش اليمني يسقط مسيرات حوثية استهدفت محافظة مأرب، والخارجية الأمريكية تدعو ميليشيا الحوثي لوقف هجماتها على المحافظة. تحية لكم في أمان الله.